بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ بالمحاضرة، قبل ما نبدأ المحاضرة طلاب، وقع أحد عدة سؤال على المحاضرات السابقة، سؤال أو استفسار أو شغلة مو واضحة. زين، الصوت واضح يمكم؟ تمام، أكو مشكلة بالصوت؟ نعم دكتور، الصوت واضح. تمام. إذن طلاب راح نبدي المحاضرة، وأنا أريد استجابة سريعة من أسئلة، يعني بسرعة أي واحد من عندكم يفتح الميكروفون يجاوبني. أخذنا بالمحاضرة السابقة القوائم أو الشريط الرئيسي نان الهوم، أخذنا قائمة إنسيرت، تعلمنا شلون نرسم، زين، اللي هو هذا الشيت، تعلمنا بيه شلون نرسم مجموعة بيانات وأمثلة أخذنا لكيفية رسم الدوال أو رسم البيانات. وأخذنا مسألة مهمة جدا بالمحاضرة السابقة بنهايتها، اللي هو سميناه التريند لاين أو خط الاتجاه، وهو ما يسمى بالرياضيات الكيرف فيتنج. الكيرف فيتنج هو محاولة إيجاد المعادلة من البيانات. يعني عندك مجموعة بيانات مجهولة المعادلة، عن طريق هاي البيانات تقدر تستنتج المعادلة من خلال المطابقة مع الكيرف الأصلي مع إيجاد نسبة الخطأ. كذلك هذه أمثلة أخذناها على الكيرف فيتنج، زين، وقلنا أنه هذا الموضوع جدا مهم وإلى فائدة كلش قوية، وهي من ضمنها أو من أهمها الفوركاستينج أو التنبؤ، حيث أنه تنبأنا بهاي القيم اللي أمامكم لهذا التطبيق بين التمبريتشر والريسيستنس. وهذا كلش مهم بالرياضيات تستفادون منه بحياتكم العملية، موضوع الكيرف فيتنج. اتقلنا الكيرف او البيج لاي اوت، وقلنا عندنا بالريفيو هنا شلون نقفل الشيت، زين، وهنا بالفيو شلون نسوي فريز وشلون نسوي زوم وشلون نوخر الخطوط الشبكة، او هنا نغير اللاي اوت مال الفيو مال الصفحة، زين، اللي هن ذني هنا وانا شارحهم بأول محاضرة. تمام، هذني الأمور كلهن احنا تقريبا مرينا عليهن مرور الكرام، يعني ذني للسرعة مرينا عليهن لأنه مو بالأمور المهمة. نريد نوصل للأجزاء الأهم ببرنامج مايكروسوفت اكسل اللي راح نبقى بيها قرابة 3 محاضرات أو 4، وراها يكون عندكم امتحان الفصل الأول. زين طلاب، واضح؟ فراح نبدي اليوم بموضوع اللي هو الفونكشنز الدوال، الفونكشنز with مايكروسوفت اكسل، شلون نتعامل مع دالة برنامج مايكروسوفت اكسل. من تروح على الفورمولا تجد هنا مجموعة المعادلات، زين، هذني مجموعة معادلات مقسمة بحسب انواعها، فهذني الاكثر شيء استخداما، اوكي، هذني الاف والماكس والسميشن والافريج، واكو عندي مجموعه دوال فاينانشال يستفادون منها الاقسام الاحصائيه والماليه والحسابات، زين، هذني، واكو عندي اللوجيكال، تمام، وعندي التكست، اوكي، عندي ديت اند تايم، دوال للتايم ودوال للديت، زين، عندي هاي مجموعه دوال ايضا لتطبيقات معينة. هنا أنا عندي مجموعة تطبيقات أو دوال مثلثية، يعني الأبسوليوت، الكوساين، الكوش، الساين، اللوج، اللين، شوفوا هذني كلهن دوال خاصة بالرياضيات. هنا أنا المور يعني شنو؟ يعني بعد أكثر عندك دوال، إذا تريد عندك دوال إحصائية statistical، زين، مجمع الكيان. هنا عندك دوال هندسية بالإنجينيرينج، زين، هذني تدرسوهن بالهندسة. الكيوب عندك دوال انفورميشن إذا عندك تريد معلومات معينة، زين، وهكذا، حتى دوال أكو خاصة بالويب، أوكي، زين. الآن السؤال اللي راح ينطرح أنه هل هذني الدوال كلهن راح ندرسهن لو شنو الموضوع، زين؟ الجواب لا، الجواب انه احنا ما راح ندرس ذني كل الدوال، راح ندرس جزء بسيط من عدهن كلش بسيط. زين، شو تقول شلون كان باقي الدوال؟ انا شلون راح اتعلم لهن؟
باقي الدوائر اللي راح تتعلم لهن من خلال الممارسة ومن خلال الحاجة إلى الدالة. يعني أنت دالة مثلا تريد هذا النتيج معها، تقول يا دالة هذا النتيج معها، تروح تدور بالدوال، واضح؟ فأنت شنو الدالة اللي تحتاجها بالتطبيق اللي جاي تشتغل به؟ تستخدم الدالة المعنية، واضح طلاب؟ فلذلك احنا هنا بالمحاضرات ما راح نغطي يجوز 2 أو 3% من هاي الدوال اللي أمامك راح نغطيها، ما راح ناخذ، ولكن راح نعلمك شلون تستخدم الدالة، واضح؟ هاي عندي أهم من أنه أخذ لك هواي دوال، أنا عندي أهم عندي أنه أعلمك شلون تستخدم الدالة. إذا تعلمت شلون تستخدم الدوال وخذت لك أمثلة عليهم، راح تتعلم شلون تستخدم الباقيات، واضح؟ راح يصير عندك سهولة لما أي دالة تريد تتعلم شلون تستخدم. واضح طلاب؟ هاي النقطة مهمة جدا، أنه إحنا ما راح نتعلم كل الدوال، وإنما راح ناخذ دوال بسيطة، ولكن راح نعلمك شلون تستخدمهن. لذلك طريقة الاستخدام للدوال هاي المهمة عندي، واضح؟ زين، أنا هسه راح أجي عندي هذني بيانات للطلبة، أوكي، هذني مجموعة بيانات، هاي مناطق التلوين راح ألغيها، أوكي، أروح للكونديشنال وأروح كلير رول فروم سيلكتد، وخرت الرول اللي أنا حاطهن شنت إذا تتذكرون الكونديشنال فورماتينج. الآن ركز ويا طلاب، راح أبدي هنا اكتب الدوال. هنا راح مثلا احط صف insert column shifted left، راح شفت left، زين هنا أنا ناصر ناجح، زين اوكي، هنا راح احط هذني مجموعة، وهنا راح ابدي احط مثلا هذه المجموع، مثلا هذا المجموع، هنا أنا المتوسط حسابي اللي هو الافرج نسميه بالرياضيات، اريد اوجد المتوسط الحسابي. هنا طبعا ذني خلي اثبت هنا ارقام يكون افضل، 77، هنا خلينا نبدي من 50، جوا 50 ناخذ، تمام، هذني السعي لنفرض من 50 عندي، هذا سعي الفصل الأول وهذا الفصل الأول، أوكي راح أغيرهن ذني، وهذا الفصل الثاني، تمام. وذني الدرجات كوبي بيست راح أجيبهن على مود السرعة يعني، أوكي. إذا أخذ الأرقام عشوائية كل ساعة تتغير الأرقام، نريد نثبت حتى على مود نقدر نتناقش بيهن. الآن المطلوب من عندي إيجاد المجموع، مجموع الفصل الأول مع مجموع الفصل الثاني. طبعا أنت يدويا هسه تقدر تجمع، تقول 44 زائد 44 8 و8، هذا مو هو المطلوب. احنا ما نريد بالإكسل أنه نجمع بالحاسبة الخارجية، لا، الإكسل هو عبارة عن آلة حاسبة، هو عبارة عن حاسبة به كافة أنواع الدوال اللي تعطيك إمكانية أنه شنو تجمع أو تطرح، اوكي. فليش تستخدم حاسب؟ واضح. فهنا راح نبدا نجمع. اول داله اللي هي تقوم بعمليه الجمع الداله اسمها سم سميشن، اوكي. هنا انا عندي عده طرق لعمليه الجمع طلاب، عندي يا اما باشاره الزائد، اوكي، ويا اما عندي بداله سم. انا افضل انه نتعامل ويا الداله. اكو نقطه مهمه او ملاحظه رئيسيه قبل ما ابدي
نعمك سؤال. من رفع ايده؟ اكو سؤال طلاب؟ زين، قبل ما ابدي قبل يعني ماشي، قبل ما ابدي اكتب اي دالة، قبل ما ابدي اكتب اي دالة، يعني هسه مثلا ارد اجمع ال 44 وال 44 هاي الثانية. زين، اوكي، مثلا هذه 35، فبني ارد اجمعهم لازم اكتب علامة يساوي. اوكي، قبل ما ابدي باي فونكشن باي دالة لازم اكو علامة يساوي. ورا علامة اليساوي تجي محتويات الدالة، يا اما تجمعهن هسه هاي كجمع، او يا اما تكتب الدالة الخاصة بهن. الدالة الخاصة بهن هي دالة سم، طبعا باللغة الانجليزية اس يو، طبعا شوف بدت تطلع الدوال ام، شوف السم هنا شارح لك عنها، تشوفون هذه الكتابة add all the numbers in a range of cells، يقول اذا عندك رينج هذني تجمعهن. اوكي، يسوي عملية جمع. طبعا السم بانواع، سم اف، سم افس، سم برودكت. اوكي، هذني مجموعة انواع. هسه احنا السم الخالي هذا الخام، واضح طلاب؟ فاول ما تبدي تكتب دالة لازم تحط علامة يساوي، هاي اول نقطة بالاكسل حتى تكتب دالة. الخطوة الثانية تكتب الكود مال الدالة اللي هو السميشن، يعبر عنه بالسم. فهنا من كتبت سم لازم تفتح قوس، تمام؟ شوفوا طلاب، من فتحت قوس تفعلت عندي، ظهر عندي نمبر 1 واكو فارزة منقوطة نمبر 2، واضح طلاب؟ فارزة منقوطة نمبر 2، فارزة منقوطة نمبر 3، تمام؟ فاذا هنا انا عندي رقمين، فايش راح اختار؟ راح اختار الرقم الاول. زين، طريقة الاختيار شلون راح تصير؟ طريقة الاختيار يا اما تنقر على الخلية اللي تريد تجمعها، تمام، وتحط فارزة منقوطة، هاي طريقة، او يا اما تكتب موقع الخلية. احنا تعلمنا باول محاضرة موقع الخلية، كل خلية لها موقع. يعني مثلا هاي ال44 للطالب احمد ماجد، ايش قد رقم الخلية؟ ايش قد رقم الخلية؟ الصف الثالث، العمود بي، اذا بي 3 موقعها. اذا يا اما تكتب هنا بي 3، شوفوا راسا هو سوالها سلكت اوتوماتيكيا، واضح؟ او يا اما تحددها، تنقر عليها كليك، شوف هسه نقرت عليها كليك تحددت. فهذين طريقتين. اوكي، زين، هسه الرقم الاول هذا كتبناه، اذا اريد انتقل اكتب الرقم الثاني، ايش احط؟ شنو العلامه؟ احط فارزه منقوطه، شوف هو كاتب لك نمبر 1 فارزه منقوطه نمبر 2. اذا فارزه منقوطه، شوف تفعل عندي نمبر 2، شوفها تفعل عندي، يعني يقول لي اكتب النمبر 2 هسه. واذا اسوي فارزه منقوطه يقول لي اكتب النمبر 3 وهكذا. هسه نمبر 2 اللي اريد اجمعه ويا النمبر الاول، الرقم الاول، شنو هو النمبر 2؟ ال 35 اللي هو سي 3. شوفوا راح استخدم طريقه ثانيه، سي 3 راح تتلون وحدها، شوفها تلونت، صارت بهذا اللون الاحمر، يعني تحددت هنا. اغلق القوس، هسه خلصت الداله عندي، ادوس وراها، ادوس ايعاز انتر. اذا ادوس ايعاز انتر، اذا دست انتر هسه هنا طلع المجموع 79، واضح؟ المجموع 79 من 100، واضح طلاب؟ راح انا طبعا اعيد هاي العمليه بطرق اخرى، راح هنا اجمع. زين، هم اجمع. طبعا هنا يجي سؤال ينسال، يقول انا هسه مثلا عندي ذولا مثلا 100 طالب، هذول 100 طالب كل ساعه اقعد اجمعهم، بس من رخصتكم دقيقه.
دقيقة طلاب أخوياي، كم دقيقة هسه عندي شغلة صارت، أبقوا تو بالميتينج.
الو، السلام عليكم. شلونك استاذ ميثم؟ أعتذر طلاب، صارت في شغلة ضرورية، سأرجع للمحاضرة. زين، إذا هنا سوينا مجموع لدرجتين، درجة بالفصل الأول ودرجة بالفصل الثاني، تمام؟ أوكي، هاي في الطريقة من الطرق اللي سوينا بيها مجموع. أكو طرق أخرى لإجراء عملية الجمع. السؤال اللي راح ينطرح إنه يقولون مثلا عندنا هسه 100 اسم، هل هذين ال 100 اسم كلهن أعيد الدالة عليهن؟ لو شلون؟ طلاب أكو شغلة هنا تنقر على الدالة الأولى تحددها، وأكو بالطرف، شوفها بالطرف المؤشر، شوف شلون صار هنا، صار علامة زائد، تمام؟ المؤشر صار علامة زائد بالطرف، هنا تنقر كليك أيسر وتبقى ضاغط على الكليك الأيسر، تمام؟ وتسحب للأسفل، واضح شلون؟ شوفوا شلون سحبت، من سحبت طبق لك الدالة على الخلايا اللي بالأسفل، كل دالة طبق القانون عليها بالنسبة للخلايا اللي بصفها. يعني الساعة هاي من نفتحها
نلقاها طبقها على هذين الاثنين، وهاي من نفتحها نلقاها طبقها على هذين الاثنين. طلاب بالمناسبة الدالة هنا تكتب، شوفون هاي اف اوف اكس، هذه الاف اوف اكس هنا نفسها اللي يكتب لك اياها بالخليه. مرات اف اوف اكس طويلة تصير فما تقدر، تمام، فهنا تلقاها، هنا تعدل عليها، واضح؟ زين، راح اعيدها من جديد. هنا حتى تطبق هاي الفانكشن على باقي الخلايا، تجي بالطرف مالتها تحددها اللي بيها دالة، تحددها وهذا العلامة زائد تصير، تمام، تصير علامة زائد، شوفوها هاي السوداء، فتسحب، تبقى كليك ايسر وتسحب للاسفل، تبقى ضاغط وتسحب، راح تطبق الدالة على الخلايا اللي بالاسفل، فاذا هذن ايضا تسحبهن، واضح؟ فاذا طبقت بدون ان اعيد او اكتب الدالة من جديد، واضح؟ زين، هاي طريقة للجمع. الجمع بطريقة أخرى، راح أجمع بطريقة أخرى. زين، شلون راح أجمع؟ يساوي، أنا إيش أريد أجمع؟ أريد أجمع الفصل الأول والفصل الثاني. اتفقنا أنه كل دالة لازم شنو بدايتها؟ بدايتها يساوي. هسه من كتبت يساوي إيش أسوي؟ راح أكتب هذه اللي هو الفصل الأول، أضغط عليها، تمام؟ اللي هي B3، زائد، هاي الزائد بالكيبورد موجودة، تمام؟ هذه ثانية، واضح؟ وانتر، تمام؟ هذه ايضا سوالك عملية جمع، هاي جمع بطريقة اخرى. فاذا الجمع والطرح هذني ممكن انه تأديهن بالكيبورد، القسمة، الضرب، هم كذلك، هم ماكو مشكلة. فاذا هذه تسحبها وتطلع لك نفس النواتج، واضح؟ طلعت لك هذه النواتج مالتنا. هذا فيما يخص عملية الجمع، تمام؟ زين، طلاب لي هنا اكو سؤال حتى اخذ دوال اخرى، سؤال او استفسار او ملاحظة. زين، راح اخذ المتوسط الحسابي، اوكي، المتوسط الحسابي اللي هو المعدل او الافرج نسميه احنا، الافرج. الافرج شلون نوجده؟ نوجده من دالة نكتب يساوي مثل ما اتفقنا انجليزي اي في، هذه شوفوها افرج، هاي دالة افرج. طبعا الافرج بها انواع، عندكم افرج اي، عندكم افرج اف، يعني اجمع او سوي متوسط اذا، اوكي، هذا اللي مرتبطات باف. بعدين ناخذ الاف ونتعلم لها، فمن نتعلم للاف كونديشن هذني كلهم نتعلم لهم هسه، سم اف، الافرج اف. فالافرج واحد هي هذه وياها، يقول لي شنو، حدد الرقمين. ايش راح اقول له؟ راح اقول له هذا الرقم الاول مثل ما اتفقنا، كليك عليه، فارزه منقوطه، مهمه جدا، فارزه منقوطه الثانيه، تمام، هذني اريد الافرج مالتهم، اسد القوس، اوكي، قول انتر، الافرج 39 ونص، تمام، الافرج 39 ونص. شو راح اسوي؟ راح اجي اسحب هذه على الخلايا اللي اسفلها، انسحبت اتطبقت، خلص كلش بسيطة، تمام. زين، المتوسط الحسابي، المتوسط بطريقة اخرى، تمام، هذا المتوسط الحسابي بطريقة اخرى. زين، شوفوا يا طلاب، انا جاي اتعمد اسوي لك طرق، يعني مثلا هاي طريقة، زين، هاي طريقة مثلا للجمع، وهذا المتوسط عبارة عن دالة ثانية، فنعطيها في لون اخر. زين، هسه هنا المتوسط لما يجيني بطريقة اخرى، شنو هي الطريقة الثانية؟ شوف، يساوي المتوسط او الافرج، اذا تريد افرج بين رقمين تطلعها، تجمع الارقام وتقسم على عددها، صحيح؟ فاذا تجمع هنا هذا في F1 زائد F2، تمام؟ طبعا هنا تحط قوس، نرجع نحط قوس، افضل قوس. هنا راح اكتبهن بطريقة ثانية، هسه راح اكتبهن برموزهن، هاي ايش قد؟ هاي B3، B3، شوفوا شلون هو حددها اوتو واحدة، أنا ما قلت، زائد C3، تمام، شوف حددها هنا أيضا، وأسد القوس، كلها تقسيم، تمام،
تقسيم 2، واضح؟ فإذا هذا 39 ونص، نفس الفكرة، واضح؟ إذا هنا أسحبها طبقت على باقي الدوال، زين، أوكي طلاب. هذا مثلا هذا الأفرج يسموه، أوكي. هذني طبعا موجودات هنا للسرعة حاط لك إياهن، أوكي زين. أكو طريقة مثلا أعلى، هنا أنا مثلا الماكس أعلى رقم، أعلى رقم، تمام زين، أعلى رقم مثلا بين هذني الفصل الأول والفصل الثاني أريد أوجد الماكسيموم، شلون أوجده؟ أكتب يساوي مثل ما اتفقنا. الماكسيموم هو إيعاد طبعا الماكس، شوف بي نوعين ام اي اكس وام اي اكس اي. هسه شوف من تحط المؤشر على هذا شو يقول؟ يقول returns the largest value in a set of values، تمام زين. اذا ماكس وافتح قوس يقول لي الرقم الاول، هذا الرقم الاول فارز منقوطه، الرقم الثاني هاي فارز منقوطه، واغلق القوس ماكس طلع لي 44، هي درجة الفصل الأول أعلى من الفصل الثاني، أوكي. أسحبهن طلع لي أعلى أرقام موجودة في الفصل الأول وبالفصل الثاني، تمام زين، واضحة الفكرة زين. هنا أقل رقم، أقل رقم بيناتهم يعني المينيموم، هذا يساوي ام اي ان اللي هو هذا مينيموم، تمام. من أختار المينيموم افتح قوس طلاب، هاي ما انساها، بس يقول لي اختار النمبر الاول، اختاريت هذا الاول فارزه منقوطه، اختار الثاني اسد القوس واختار انتر. اذا اقل رقم هو وهكذا، هذا نختار لي يعني. واضح طلاب؟ هذا فيما يخص ايضا دوال اخرى اللي هو الماكسيموم والمينيموم. اكو طريقه اخرى للجمع، خلي اوضحها، وهي جدا مفيده وسريعه ومهمه. مثلا تريد تطلع المجموع مال هذني، اوكي. مثلا انت عندك بودره مال رواتب، تجي تحسب رواتب موظفين، تريد تحسب انت هذني الرواتب النهائيه، كل موظف ايش قد الراتب مالته هنا، مثلا مثلا هذا 500 الف، هذا 600، هذا 700، هذا مليون، اوكي. وهذني الرواتب تريد تجمع المجموع النهائي مالته، تمام. لنفرض هسه احنا نريد نوجد المجموع مال هاي الارقام كلها، واضح؟ شلون راح نجمع هاي الارقام؟ الطريقه سهله، طريقه الزائد هنا اللي جمعنا بها قبل شويه، تشوفوها هاي طريقه الزائد، هاي ما راح تفيدني. ليش؟ لان انا عندي هاي خلايا، هو ما اقعد خليه اجمع هوية الثانيه، هاي العمليه معقده يعني، ما بيها سهوله، تمام. فهنا يحتاج تستخدم الفانكشن، بعد ما بيها مجال، واضح؟ هنا بعد انت مجبر انه تستخدم الداله بسبب كثره الخلايا اللي راح تجمعها، فما تقدر تجمع انه خلية الاولى زائد الخلية الثانية زائد الثالثة زائد الرابعة، هنا راح تتعقد الامور بعد اكثر، واكو احتمال تعبر خلية، زين. فاذا هنا هذني اللي هن المجموع شلون راح اجمعهن؟ راح اقول يساوي، راح اقول يساوي اس يو ام سم، وافتح قوس. شوف هسه هنا هو كاتب لك اختار ياه النمبر نمبر، يعني النمبر الاول فارزه منقوطه، النمبر الثاني، زين. هنا اكو طريقة انه من والى طلاب، يعني اريدك تجمع لي الارقام من احمد ماجد الى سمية مثلا، تمام. شلون تجمعهم ذني من والى؟ ما تريد انت تظل كل ساعة تضيف رقم، هذا زاد هذا زاد هذا وفوارز منقوطة. فاذا تختار اول رقم، تمام، تحط نقطتين اللي هي شفت وحرف كاف، والعفو النقطتين وين موجودات بالكيبورد؟ هن شفت وحرف كاف، مضبوط، شفت وحرف كاف، واختار اخر رقم او اخر اسم. من اختاريت اشوفه سوالي تحديد عليهم، تشوفون شلون سوالي سلكت هذا، هو اوتوماتيكيا سواليه، واضحه الفكره. فاذا هنا اسد القوس واقول له انتر، ايش طلع لي؟ طلع لي مجموع هذني الخلايا كلهن، واضح طلاب؟ عن طريق شنو؟ عن طريق هاي الدالة. راح أعيدها مثلا هنا، أوكي، راح أعيدها هنا، هنا يساوي لي سم، أوكي سم، وأفتح قوس
الدالة الأولى أو الخلية الأولى هذه أحط نقطتين، تمام، أحط نقطتين وراها أحط الدالة الأخيرة، هو أوتوماتيكيا حدد لي اللي بيناتهن أوتو، فمن تخلص تدوس إنتر راح يجمع لك إياها. واضح؟ طبعا بنفس الوقت عندك هذه، شوفها الزائد تفعلت، فتقدر تطبقها على بصفها، هذه أقدر أطبقها على بصفها يجمعهن بنفس الطريقة. واضح طلاب؟ هاي طرق الجمع. زين، اكو طريقة جمع اخرى باستخدام السم، يساوي سم، ها هاي الطريقة شنو هي؟ هاي الطريقة اوتوماتيكين، هذا موجود بالاعلى تشوفوها، هاي بالهوم، بالهوم عندك هنا اوتو سم، عندك اوتو سم، الاوتو سم شنو؟ وحدة يسوي لك عملية الجمع اوتوماتيكلي دو او اد ذا سيلز، بس انقر عليها، شوف اوتوماتيكيا حدد لي المنطقة اللي بيها ارقام وخلى لي اياها بالفانكشن، بس نقرة واحدة، تمام. هنا انا هسه مثلا تحددها، حدد لك المنطقة اللي تريد تجمعها مباشرة اوتوماتيكيا، واضح؟ زين، هنا هم كذلك حدد لي اياها، واضح طلاب هذه؟ فاذا اوتو اخليها هنا مباشرة سوى لي اياهن المجموع، وبس اختار انتر هو جمع لي اياهن. زين، هنا مثلا نفس الفكرة أعيدها، بس أختار هذه هو أوتو حدد لي اياهن، تمام، وراح أختار إنتر، وهذا هو الناتج. واضح؟ شفتوا شلون هنا نجمعته بطريقة أخرى؟ زين، نفس الطريقة إذا أريد أوجد متوسط، مثلا هنا أنا أريد أوجد الأفرج، هنا أفرج، أوكي، هذا يا أختار دبل كليك. هسه أريد أحدد الأرقام، يا إما تكتب الأول وتكتب نقطتين وتكتب الأخير، او يا اما اذا تريدهم طريقه اكو تسحبهن، تسحبهن، تمام. شوف تحددت المنطقه اوتو، واضح طلاب؟ هاي هي الطريقه للتحديد، هواي طرق موجوده. انقر كليك ايسر على اول خليه واسحب لوين اريد اجمع، اريد اسوي افرج لهذه مثلا، اوكي، هنا اختاريت انتر، تمام، طلع لي الافرج مال هذني الخلايا. هنا مثلا ردت اضيف اسم insert entire row، تمام، شفت لي الرو كلهن للاسفل. هنا انا من شفت لك اياهن للاسفل، الداله بقت تاخذ بنظر الاعتبار، يعني هذا اللي ضفته انت الداله ما اخذته بنظر الاعتبار، بينما سأريد اعطيكم فد فرق بسيط، راح اعطيكم فد فرق بسيط قبل ما اضيف هاي الداله. هنا انا راح امسح هذه، اوكي، هاي خلينا نعطيها هذا اللون، اوكي، وهنا هاي هسه مجموعه بطريقه السميشن، تمام، وهذه مجموعه بطريقه راح اجمعها بطريقه اخرى، يساوي اوكي هذه زائد اوكي زائد هذا زائد هذا، شوف ايش قد يطول انا هسه بيهن، ايش قد ياخذ وقت، تمام، هذه اخر وحده ضفتها، راح اختار انتر، طلع لي المجموع، والمجموع صحيح ما بي غلط. هسه اذا تسوي سم الهن، شوف سويت سم، هو حط ال 505 وياهن، شوفوا بالطرف تقدر تسحب تحدد، يعني هاي الطرف نانا بالطرف، او تقدر انت تعيدهن من جديد، شوف هذني ال 505 ما اخذها وياهن، انا بدي اشوف نفس الناتج، نفس الناتج يطلع لي، اوكي. هاي الطريقة جمعت بيها هذني الخلايا باستخدام السميشن، باستخدام الدالة، نكتبها هنا باستخدام الدالة، وهاي الطريقة باستخدام إشارة جمع، تمام، هنا إشارة جمع، وهنا هنا عن طريق الزائد، واضح؟ إذا هذه شوفوا أريد أراويكم الفرق هسه أني، أوكي، هاي باستخدام إشارة الجمع هنا، وهذه صارت باستخدام زين باستخدام الدالة. هسه هنا إجيت راح أضيف خلية، مثلا هنا إجاني طالب أني ناسي اسمه، وراح أسوي له insert انتاير رو، وراح اقول له اوكي ضاف لي صف هنا كامل، تمام، اوكي ما عندي مشكله. طبعا مو ضاف لك صف كامل،
هنا أنا راح نكتب مثلا السعي مالته أو الفصل الأول مثلا 33 2 25. هنا أنا هو طبق لي دالة سميشن واحدة وباقي الدوال كلهن هو طبقها، مع العلم الخلايا كانت فارغة بس هو تنبأ. هنا نكتب الاسم مثلا أحمد، تمام. هنا راح نجي شوف الفرق باستخدام الدالة، شوف هذا الطالب اللي ضفته أوتوماتيكيا أخذ تأثيره، تمام. المجموع باستخدام الدالة صار 538، ليش؟ لأنه هذا من تفتح الدالة تشوف أنه المنطقة سلكتد المحددة أخذ بنظر الاعتبار الطالب الجديد اللي هو أحمد، أخذه وياه. بينما هنا اللي جمعتهن أنت يدويا أحمد ما أخذ بنظر الاعتبار، تشوف شلون عبارة. أوكي، فشفتوا الفرق بين استخدام الدالة وبين استخدام الجمع اللي باستخدام الإشارة. ما أنصح وما أنصح أيضا أؤكد أنه استخدام هذه الطريقة بالجمع أو الطرح، يفضل استخدام الدالة. شوف الدالة من استخدمت سمو هنا أوتوماتيكيا صارت عملية الجمع، هنا هو تنبأ بالدوال وجابهن هنا، بينما لو مسوي هنا عملية جمع هذني ما يصيرن طلاب. أوكي، هذني ما ينجمعن، واضح الفكرة. فهنا كنت تنتبه أنت قدر الإمكان بالمايكروسوفت اكسل تستخدم الدوال وتبتعد عن العمليات البسيطة الرياضية اللي هن إشارة الزائد وإشارة الطرح وإلى آخره. من هاي الإشارات تبتعد عنها لأن هذني يعني ما بيهن مرونة بالاستخدام. واضح طلاب؟ أكو سؤال أو استفسار على هذه الطرق اللي شرحتها؟ أكو ملاحظة؟ ها طلاب أكو سؤال؟ إذا ما أكو سؤال انتهت المحاضرة، أنا ما عندي شيء، خلصت تقريبا. وإذا أكو سؤال أو استفسار تفضلوا، أي طالب يقدر يسأل. زين، إذا ما أكو سؤال حتى أنشر لكم استمارة الحضور.